هذه هي الأجواء التي صنعتها الجماهير الجزائرية منذ وصولها إلى مدينة فرانسفيل. أكثر من 20 مشجع قطعوا مسافات طويلة من أجل تقديم الدعم لرجال المدرب لكانس في العرس الإفريقي. الخضر كانوا على موعد مع أول حصة تدريبية جرت بملعب إليكونيا بمدينة مواندا الهادئة، والتي الحصة التدريبية شهدت أيضا مشاركة جميع لاعبي المنتخب الجزائري بمن فيهم المدافع عرامي بن سبعيني الذي أكد تعافيه من الإصابة. الحمد لله أنا ديت تمسيكو في الجنو، كنت خايف ما أكذبش عليك، ما فوت لي أنا الحمد لله ما كان والو، إلا لعبني لوطالينا إن شاء الله نكون واجد. الأجواء كانت رائعة خاصة بحضور القائد السابق للمنتخب مجيد بوغرا، حيث أكد اللاعبون منذ وصولهم أنهم عازمون على تشريف الألوان الوطنية. والله الحمد لله الجروب كما يقول لك الجروب كان كل بري واجد وكل شيء، خدمنا دون لي بون كونديسيون، ان شاء الله نفرحوا المنتخب الجزائري. هي اول حصه تدريبيه للمنتخب الجزائري هنا في الغابون، حصه جرت وسط اجواء ميزها الكثير من الحماس استعدادا لمواجهه زيمبابوي. من الجيزه بين سبورتس فرانسفيل.